هنعمل دلوقتي الرز بلبن، 4 كوبايات تقريبا لبن، من نص لثلاث ارباع كوبايه رز يعني، ونخليه اول ما يبتدي يغلي كده 2 3 دقايق لحد 8 دقايق بالظبط، وبعدين نطفي عليه ونسيبه على جنب 3 ساعات. زي ما انتوا شايفين اهو برد اللبن طبعا وكل حاجه، كوبايه من الميه السخنه. هنحليه بالسكر العادي بتاعنا، عندي 2 كبار من النشا ادوبهم مع اللبن ده. فانا هحتاج شويه مستكه، اروح جايباها وضيفاها. هاخد بقى النشا ده وانزل بيه هنا، اول ما احس ان هو ابتدى يتخن اروح جايبه بقى الدريم ويب او الكريمه البودره بتاعتي ونازله بيها. فخلاص الرز بلبن دلوقتي مستنيين بس يتخن وعشان نغرفه ونقدمه بالشكل ده. بنفرم شويه فستق، انتوا عارفين ان الرز بلبن بيمشي مع الفستق اكتر، وادي الرز بلبن بتاعنا.